مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، من عاهد وفى، التزمنا بهذا الوعد مع المغاربة في قصة أكرم. الكل كان متتبع قصة أكرم، طريقة الاختفاء ديالو ألم المغاربة في المغرب وخارج المغرب. الكل كان متتبع القضية، والكل يبحث بشتى الطرق المشروعة والقانونية من أجل وصول الهدف. فينا هو أكرم؟ مشاهدينا الكرام، تلقى أكرم في مراكش. الفرح والسعادة كانت عند المغاربة وعند العائلة، الكل كان يساهم من أجل هذا الهدف. في الأخير خديجة تم الاعتقال ديالها، تقدمت عند السيد الوكيل العام، تحل ملف ديال السيد قضية التحقيق، هي الآن في السجن. السؤال المطروح، وكما قلت في المقدمة من عاد وفى، أننا ننتظر تكمل السرية عن السيد قضية التحقيق ويمشي الملف للجلسات، وسوف ننقل حقيقة ما وقع الخديجة بدقة، واللي غنتكلموا فيه اليوم. مشاهدينا الكرام، حقائق تنشر لأول مرة في هذه القضية هذه. خديجة الآن متابعة من طرف السيد قضية التحقيق في الفصل 436 اللي هو الاحتجاز والاختطاف، وكذلك متابعة 540 النصب والاحتيال. السؤال المطروح، شكون هي خديجة؟ كيفاش تزادت؟ كيفاش كبرات؟ كيفاش قرات؟ تلفين وصلات؟ كيفاش دخلات القنيطرة؟ علاش كرات تما؟ كيفاش تعرفت أكرم؟ كيفاش تخطفت أكرم؟ المدن اللي مشات ليهم، وكذلك في الأخير فين تم العثور عليها، هي مدينة مراكش. مشاهدينا الكرام، معي الأستاذ ناعم اليزيد، محامي بهيئة الضل البيضاء، غني على التعريف، عدد كبير من المغاربة كيعرفوا الأستاذ الناعمي. غادي نتبع مع القصة خديجة من الأول، لأنه الملف الآن وصل جلسات يوم 4/11 أعتقد بداية الأسبوع المقبل غتبدأ الجلسات ديال خديجة. تبعوا معايا أستاذي، القصة مشوقة والمغاربة تبعوها، ووعدنا المغاربة أنه إلا خطف هاد السرية غنتناولوا الملف. إلا كان ممكن تناقش معايا شكون هي خديجة من الأول، من نهار تزادت وحنا غاديين حتى الفاجعة اللي ألمت الجميع. تفضل. فكما قلتي، من وعد أوفى، فاحنا وعدنا للرأي العام أننا من يترفع حالي السرية نناقشوا معهم الملف، نوضحوا لهم وننوروا في إطار تنوير الرأي العام. فالمتهمة باش نوضحوا مجموعة من الأمور، فالمتهمة كبرت مدينة خنيفرة، كانت كتذكر مدينة خنيفرة. من بعد كملت الدراسة ديالها، خدات البكالوريا، قررت أنها تكمل الدراسة ديالها في مدينة فقيه بن صالح، وبالفعل تمكنت تاخذ معهد من خلال معهد تكوين الصيد البحري وتقنية الصيد البحري ومعهد الفلاحة، أنها خدات الدبلوم ديالها في المعهد ديال الصيد البحري وتقنية الصيد. خدات الدبلوم ديالها، من بعد بدات كتبحث على فرص الشغل. كما كنعرفوا فمدينة فقيه بن صالح لربما ما لقاش فرص الشغل وافرة، ما لقاش مجموعة من فرص الشغل، قررت أنها تسافر لمدينة قنيطرة، بحكم أن مدينة قنيطرة فيها مجموعة من المشاريع الكبرى، فيها مجموعة من آفاق كبرى كما قلت. فمن بعد قررت في 2020 أنها تسافر لمدينة قنيطرة، وبالفعل تمكنت من الحصول على فرصة الشغل في 2020، ولكن لسوء الأسف تصادف مع كورونا. ففي الشهور الأولى من العمل ديالها توقفت على العمل بحكم أن كاينة كورونا، بحكم أن كانت في واحد الفترة، هي فترة كانت حرجة، كان عانينا فيها إحنا كمغاربة بصفة عامة، عانا من العالم كامل، كان هناك واحد نوع من التقييد في التنقلات، واحد نوع من أن التنقلات أصبحت ممنوعة إلا واحد أسباب تكون أسباب قاهرة وأسباب ضرورية. فقررت أن استقر مدينة قنيطرة، وتم فين تعرفت على ميلودا ولات مستقرة مع ميلودا. الفترة ديال 2020 هي الفترة اللي تزاد فيها أكرم، كما كنعرفوا الفترة اللي تزاد فيها أكرم، فهي في ديك الفترة كانت بدات كتعيش مع ميلودا، كانت كتعرف على العائلة ديال ميلودا، عاشت مع أكرم، تعرفت على أكرم. بالفعل هي كانت نوعا ما كتقدم لي واحد النوع من الحنان، واحد النوع من العاطفة، بحكم أنها كتراعي لي، كان طفل صغير فكانت كتراعي لي. من بعد 2020 ملي توقفات، كما قلنا توقفات فرص العمل، وكما كنعرفوا 2020 وكورونا جات شركات كبرى وطاحوا وما تمكنوش يواكبوا واحد المسار ديال التطور، مسار ديال انهم يشتغلوا ويكملوا المسار ديالهم في الاطار العمل. من بعد بدات كتبحث واحد الفرص ديال الشغل اللي تكون فرص جديده، فكما كنعرفوا العالم كيتطور، فهي بحثت في واحد الفرص جديده ديال التجاره، ولقات التجاره الالكترونيه. من بعد اللي كتشتغل بالتجاره الالكترونيه، بحكم ان التجاره الالكترونيه ما كتطلبش منك انك يكون عندك مصنع، يكون عندك معمل، يكون عندك محطه فين تحط السلعه ديالك. بدات كتعمل في التجاره الالكترونيه مع شركات اللي كيكونوا في التجاره الالكترونيه، شركات راه معروفين في المغاربه بلا ما نتكلموا عليهم. كما سمعتي لي استاذي، هذه نقطه مهمه نوقفوا فيها. انت تكلمتي معايا فيما يخص الشركات الالكترونيه بشكل عام، كاينين القانونيين، هي كانت بالضبط فيما يسمى بالتداول،
داكشي ديال بيع الشراء اللي صراحه هو النص والاحتيال. جيب 1000 درهم تاخذ مليون، جيب مليون وجيب معك الناس تاخذ 10 المليون، في الاخر كتولي مرت انت ومرت معك عباد الله. هي ما مشاتش في واحد الاطار قانوني. كاينين شركات اللي كدير التجاره الالكترونيه صحيحه. باش نوضحوا الامور الراي العام، فكاين شركات كتكسلها كتبيعها كتخلص فيها، هذه الطريقه ديال التسويق العادي للعادي. كاين واحد النوع اخر من التسويق هو التسويق الهرمي. التسويق الهرمي وكما كيقولوا التداول، انك كتجيب ناس كيعطيو فلوسهم وكتوعدهم من بعد 3 شهور 4 شهور، هذيك الفلوس مثلا جابوا 10000 درهم كتقول من 3 شهور تولي 12000 درهم، من 3 شهور تولي 16000 درهم. فهنا في بدات كتعمل هي المتهمه، بدات كتعمل انها كتحاول تجيب ناس، وكما كنعرفوا التسويق الهرمي شكون اللي كيربح فيه؟ اول واحد اللي كيجي، لان هو كيكون جاي كيحط المليون ديالو كيبدا يجيب ناس كيبدا يربح مع الناس. اللي جاب واحد حط مليون كياخذ معاه هو 2000 درهم، وداك السيد الثاني كيقول لي خاصك تجيب واحد اخر باش تربح حتى 2000 درهم ديالك. فكتلقى امور غدا بحال هكا، بدات كتجيب ناس كيسوقوا خلال التسويق الهرمي. من بعد التسويق الهرمي نوع ما راه هو نوع من انواع النصب، لان كما كنعرفوا ما كاين لا ارباح لا تجاره لا والو. انت كتجيب ناس كتحطوا فلوسهم من التجاره في الفلوس، كما كتسموا التجاره في الفلوس والتجاره في الوقت. انت كتجيب واحد كيجيب 10000 درهم كتقول لي راه من هنا واحد 3 شهور كتربح، ولكن بشرط انك غتجيب ربعه اخرين. هذوك ربعه اخرين هما اللي كيردوا لك منهم فلوسك، كتخلص في داك 10 درهم اللي حطيتي انت، ودوك 10 هذوك ربعه الناس خاصهم يجيبوا واحد اخرين اللي بغاو يتخلصوا في فلوسهم. فهذا هو كما كنعرفوا التسويق والتسويق الهرمي. من بعد كتشتغل في التسويق الهرمي، مع الاسف بالنسبه لها هي انه تراكموا على الديون. فكما كنعرفوا كتبقى تجيب الناس كتسلف، بعض المرات انك كتخلص، بعض المرات كما كنقولوا حنا عندنا واحد المثل مغربي معروف كيقطع معك كيخذي لك الكذاب. فكتبقى تسمع عندنا ملايين ملايين ملايين، كتقول بلاص ما انا ندخل ب 10000 درهم، ندخل انا ب 20000 درهم، ندخل ب 30000 درهم، ندخل ب 50000 درهم. وبعض المرات كيكون دوك الفلوس ماشي ديولك، كتكون انت مسلفهم ما مقترضهم، كتقوم تدخل فيهم. من بعد وصلت واحد المرحله من اللي بقات كتاخذ في الفلوس وكتدخل في الناس، والناس اصلا بعض المرات كيعرفوا غير انت كما كنعرفوا. فاحنا المتهم كانوا كيعرفوا المتهمه في هذه التجاره وهن انواع من التجاره. الشخص اللي كيعرفك على ذاك المجال كتولي انت بحال مسؤول عليك، خاصو ديك الفلوس اللي جابك وخسرتيها في ذاك المجال انه هو يتحمل مسؤوليه ديال الخساره معاك. من بعد تراكموا على مجموعه من الديون، واش تصرحت بامام الضابط القضائي؟ قلت لك انا تراكموا لي مجموعه من الديون بحكم التجاره اللي كنت كنعمل، على الرغم من الحساب البنكي ديالي كان في الدرك الملكي والرجال الامن الوطني عفوا، بحثوا في هذا الملف، لان كما كنعرفوا رجال الامن الوطني كيبذلوا مجهود كبير باش يوصلوا الحقيقه. فبحثوا في هذا الملف، طالعوا على الحساب البنكي، لقاو ان الحساب البنكي فعلا كاين مجموعه من الارساليات من اشخاص مختلفين، فلقاو مجموعه من الاسماء كيرسلوا الحساب ديال المتهمه. فكانت مجموعه من المبالغ 15000 درهم 20000 درهم 10000 درهم 15000 درهم 20000 درهم، هذو المبالغ اللي كنا كنطالعوا عليهم من خلال الحساب البنكي. من بعد ملي تراكموا الديون، فاتضح لها وقعت لها كتبان لها مسار واحد، هو كما كنقولوا مسار، ان كما كنعرفوا الانسان اللي كيتعرض لمجموعه من الديون كيولي مطالب بالديون، وكما كنعرفوا الديون كتبقى تراكم كتبقى تراكم. فالناس اللي كيكونوا مسلفينك ولا الناس اللي كيكونوا مستثمرين معاك كيوصلوا واحد المرحله صافي كيبان لهم غير انهم يديروا بك الشكايه. من ثم قرات المتهمه انها ما تبقاش في المغرب، قرات انها خاصها دير شي طريقه اخرى باش انها ما تبقاش في المغرب، بحكم ان الديون تراكموا عليها، بحكم ان هناك مجموعه من الناس اللي كيطالبوها بالارباح ديالهم. فقرات انها دير عمليه الهجره خارج تراب المملكه، ولكن هي كانت كما كتقول كتربطها واحد العاطفه مع الطفل اكرم، بحكم انها كانت استقرت مدينه قنيطره كانت كتعتبره كما كنقولوا بحال الاخ ديال الصغير، فكانت عندها واحد العاطفه معاه. من بعد قرات انها دي مع اكرم، لانها قرات انها دير عمليه الهجره مع اكرم. فملي قرات انها دير عمليه الهجره شنو دارت؟ حتى كتعرف واحد جوج صديقات ديالها كانوا كيشتغلوا فيها واحد احد المحلات التجاريه المعروفه في صعيد المملكه، فقررت انها تهرب لمدينه السالة، من مدينه قنيطره لمدينه السالة، واستقر في مدينه السالة على اساس ان من بعد فهي مشات لمدينه السالة كما قلنا. فكان الهدف هو انها استقر لمده اسبوع، رايتها ما تلقى واحد الطريقه ديال الهجره. فبالفعل انتقلت لمدينه السالة برفقه احدى صديقتين ديالها، هما جوج صديقات ديالها، انتقلوا لمدينه السالة. منذ اليوم الاول اشترت واحد الشقه بقيمه ديال 400 درهم الليله الواحده، خلصت 400 درهم، والمبلغ خلصته عن طريق شيك بقيمه 10000 درهم. فكما قلت خلصت الليله الاولى ب 400 درهم، وقررت ان من بعد غتخلصها عن طريق شيك بقيمه 10000 درهم. اللي اتضح من بعد ان الصديقات ديالها رفضوا وجود اكرم، حكم انهم قال لك ما بغاوش انه يكون طفل معاهم، بحال ازعجهم المرافقه ديالهم، طلبوا منها انها ترجع الوالده ديالو لانها تمشي هي بحالها. فهي بالفعل
من بعد ما صديقات ديالها ربطوا انه بقى مع اكرم، فقررت انها تخرج من المنزل وانتقلت لمدينه الداخله. مشات المدينه الداخله، بركت فيها تقريبا 4 ايام وبدات كتبحث عن طريقه ديال الهجره. كتسول الناس واش كاين شي طريقه انني نهاجر نخرج غير بعدا من المغرب لان عندي ديون بزاف، ومن بعد نشوف فين نمشي عن طريق كما بغاتي كتقول لي الصحراء المغربي. انا تحاول تهاجر عن طريق الصحراء المغربي من مدينه موريتانيا وتبط كما كنقولوا الدول الافريقيه، وديك الساعه تبحث على طريقه هجره اللي غتناسبها. من بعد هاد 4 ايام تبين لي ما كاين حتى شي طريقه ديال الهجره. حين ذلك قررت انها ترجع لمدينه مراكش، ما ترجعش لمدينه السله، ولكن قررت انها وما بقاش عندها السيوله كما قلنا. فكما كنعرفوا كان عندها بعض عندها مبالغ، ولكن بحكم ان كانت موضوع مرقيه بعد فتم اغلاق الحساب ديالها فما بقاش عندها مبالغ. قررت انها ترجع لمدينه مراكش، ولكن هي صراحه مرتبطه بالقضايا. قلت لك انا ملي رجعت لمراكش سمعت الناس كيقلبوا عليا، ووصلتني اخبار ان الناس كيقلبوا عليا بحكم ان الصوره ديالي ولات معروفه عند كافه المغاربه، وان كافه المغاربه بحكم ان واحد النوع ديال كما كنعرفوا احنا المغاربه عندنا العاطفه، ما كنبغوش الشخص المظلوم، وديما كنتعاونوا مع المظلوم وكنتعاونوا مع الشخص اللي كيكون تعرض للظلم، واكرم كان ضحيه. فكما قلت ملي عرفت ان اكرم المغرب كله كيبحث عليه وكاين مجموعه من الفيديوهات والصور ديالها، فقررت انها ترتدي النقاب. كما قلت انا قررت ندير النقاب باش ما يقدرش يعرفني حتى شي واحد. وبالفعل بقيت انا مده ديال 15 يوم الى حين القاء القبض عليها. هي 15 يوم كترتدي النقاب. ملي كان السؤال ديال الضابط القضائي قال لها فين كنتي كتسكني، قالت لي ما كنتسكن غير في الزنقه. يعني كنبقى 15 يوم كنمارس نوع من التسول، انني كنتسول في الطفل اكرام، ومن بعد ملي كنجمع واحد المبلغ مالي فكيبقى انني هو كنفقوا على الحاجات ديالنا اليوميه، وفي الليل كنقطنوا في نفس المكان اللي كنتسولوا فيه. كنبقى انا والطفل اكرام في واحد الظروف كما كان ظروف ماساويه. الطفل عنده 3 سنوات كيعيش واحد الحاله ديال النوع من انواع التسول، اننا كنستغلوا ذاك الطفل واحد الحاجيات اللي ما يفترض انه ما يستعملش فيها. من بعد كما قلت تم القاء القبض عليها، وملي مشات الضابطه القضائيه صرحت مجموعه من الامور اللي صرحت بهم، انها بالفعل انها كانت كتعرض لمجموعه من الديون، وانها كتسالوا مجموعه من الناس كيتسالوا الاموال. بحكم هذه الفكره هو اللي روض لها الفكره ديال الهجره الغير شرعيه. أستاذي أنت عطيتيني مجموعة من النقط على القصة، وغادي نبقى معاك في السؤال الأخير حول هذا الفصول والأبعاد ديالهم. مشاهدينا الكرام كذلك من الطبيعي جدا أعطاني الأستاذ الخلاصة ديال خديجة، ولكن كاين أسئلة اللي عشناها تطرح. الكل كان يسأل هل هو أكرم ابن ميلودا أم خديجة؟ القرار حاسم، وكنت قلتها في إحدى الفيديوهات. الضابطة القضائية دارت مجهود كبير، طبيعي جدا رفقة تعليمات السيد الوكيل العام مدينة القنيطرة متتبع بدقة، دارت لاديان أكرم ولد ميلودا وولد مصطفى، هذه مسألة ما فيهاش نقاش، ولم تكن الخديجة يوما ما أنه عندها علاقة بشخص أو زوج ميلودا. وفي كل الأسئلة التي تطرح، لأنه لما تكون الغاز من طبيعي جدا غتكون أسئلة. الكل كان يبحث بشتى الطرق المشروعة والقانونية وكيطرح أسئلة في التعليقات من أجل الوصول للهدف، وهذا شيء يعني منطقي وصريح خصنا نحترمه ونقدروه، لأنه قصة أكرم علمت المغاربة بشكل كبير. هذا سؤال مهم. السؤال الثاني أنه عدد كبير من الضحايا، أنا غير تطرح سؤال، كانت عندها خديجة جوج ديال الطرق اللي كتعامل معهم في إطار التداول، ماشي هما اللي ساكنين حداها، ناس بعاد لا علاقة لهم بالقصة، وماشي الناس اللي دازوا معانا كدوك البنات اللي كارين معاها، وكذلك ميلودا اللي دات 3 مليون وناس آخرين، وكذلك خدات لباها تختار طريقة التداول ديالها بناس برانيين، ولكن اللي هما على جد مقربة منها سواء في الحي سواء صديقات قراب، سواء كتاخذ من عندهم أموال من أجل قصة أخرى تتعلق بأن أخوها كيصوب ليها الإجراءات من أجل الولوج لدولة أخرى أوروبا مثلا. يعني طريقة خديجة تعلم جيدا كيفاش كتعطي السيناريو، كيفاش كتوصل الناس الرجال من أجل الوصول للهدف اللي هو المال. ميلودا ما عمر كان عندها مع علاقة في إطار التداول من أجل أنه غنعطيك 3 مليون غتربحيني. جات طلبتها مشات تسلفت لها في بلاصة أخرى، هذه هي الحقيقة. لأنه كنا ننتظر أسئلة تطرح، بعض طريقة كلام ميلودا كان فيها نوع من الألغاز، ولكن
لها البراءة التامة، وهذا يشهد عليه الله في هذا الكلام وفي هذه المحاضر وفي قرار السيد قاضي التحقيق. ويبقى القضاء في الأخير وصاحب القرار، والسيد قاضي التحقيق كيتابع خديجة بالفصل 436 و 540، 436 اللي هو الاختطاف والاحتجاز، 540 اللي هو النصب والاحتيال. للتذكير فقط، الطريقة في المقربين تجارات البلاد اللي ساكنين معاه كتمشي عنده من أجل سلف لواحد الأمر يتعلق بعقد غتمشي به لبرا. فيما يخص برنامج تداول في بيع بالعملة عبر الانترنت، هذيك طريقة أخرى كتشتغل بها. هذه أسئلة اللي كانت محيرة عند الناس، واش ميلودا داخلة معاه في هذه الأمور بعيدة كل البعد. هذه هي الحقيقة. يبقى الجانب الأخير اللي غنشوف مع الأستاذ هو هاد الفصول الأبعاد ديالهم. تبعوا معايا أستاذي، عندنا 436 و540 باش تبع السيد قاضي التحقيق. كيفاش كتشوف أستاذ هاد السكرتيان؟ فالمتهمة كانت موضوع مطالبة بالتحقيق من قبل السيد وكيل العام للفصول كما قلتي 436 و540. السيد قاضي التحقيق من اللي استمع لها ابتدائيا وتفصيليا تبين لأن هاد الفصول ثابتة في حق المتهمة، وبناء على ذلك اصدر امر بالمتابعه تبقى الفصول 436 و540 من القانون الجنائي. فالفصل 436 كيتكلم لنا على الاحتجاز والاختطاف. ففصل 436 حدد لنا العقوبه من 5 ل 10 فيما يتعلق بالاختطاف، وضاعف لنا العقوبه الا كان المختطف هو قاصر، ولا كان ايضا المختطف طفل، ولا كان ايضا المده ديال الاختطاف كتجاوز 30 يوم. فالعقوبة كتضاعف، العقوبة الأصلية هي من 5 ل 10، والعقوبة كتضاعف إلا كان كما قلت إلا كان قاصر، ولا كانت المدة ديال الاختطاف كتفوت 30 يوم اللي هي كتعلق بالاحتجاز. النص الثاني اللي تابع به السيد قاضي التحقيق هو 540، هو النصب والاحتيال. تبقى الفصول 540 مجموعة القانون الجنائي أن حدد لنا النصب والاحتيال من سنة إلى 5 سنوات، وأيضا حدد لنا الوقائع اللي كتبت وقائع النصب والاحتيال، هي ملي كيكون شي متهم كينصب على شي أشخاص شي أموال لواحد الغاية غير معروفة، انه كيطلب منه من واحد الاموال، انني مثلا كنقول لك قدم لي واحد الاموال مقابل انني نمكنك مثلا من الهجره، انني نمكنك من شي امور اخرى. من بعد ملي كتقدمي ديك الاموال وانني غنجيب لك شي خدمه ولا نوفر لك شي خدمه، كتاخذ من عندي الفلوس، ولكن ما كتاديش الخدمه اللي انت موضوع الموضوع اتفاق اللي بيناتنا اللي كيكون يجمع ما بين الاطراف. فكما قلت قاضي التحقيق بعد الاستماع اليها ابتدائيا وتفصيليا تبين لي ان التهم ثابته في حق المتهمه، بناء على استنطاق المتهمه تبين لي جريمه الفصل ثابته، وايضا جريمه الاختطاف كانت موضوعه من المتابعات اخرى اللي كنا كنظن ان ممكن انها تكون ثابته في هذا الملف، هي موضوع مثلا التجاره في البشر. فالسيد قاضي التحقيق اقتنع ان ما كاينش جريمه التجاره في البشر في هذا الملف. استاذي الله يوفقك يا ربي، وانت مقبل على الجلسه ان شاء الله باش تشوف حيثيات قبيله ان شاء الله، غتكون 4/11 يعني الاثنين المقبل غتكون اول جلسه، وان شاء الله نوضعوا التسجيل النيابي ديالنا ونعدوا الدفاع ان شاء الله. الله يوفقك. استاذي مشاهدينا الكرام، هذه هي قصه خديجه. بقى عندي جانب اخير او الخلاصه، كيتطرح سؤال عن السيد قاضي التحقيق في النيابه العامه عن الضابطه القضائيه ديال القنيطره اللي داروا مجهود كبير، ولا ننسى المجهود اللي قاموا به الضابطه القضائيه كذلك بمراكش المكان اللي تلقات فيه. علاش خديجه دارت هذا الشيء؟ سؤال. ولها الحق، لانه المتهم بريء تثبت الاداله ديالو، غادي تدخل في ملف جنائي في اطار المناقشه، والسيد الرئيس من الطبيعي جدا انه غيناقش مع حيثيه القضيه من الاول، ثم يبقى القضاء في الاخير هو صاحب القرار واللي غيحكم الملف. السؤال الاول اللي كتكلم عليه انه تشدد عليها الخناق في الوقت اللي عطاته وعود باش ترد ديون للناس، صعب عليها الامر. هنا كيتطرح سؤال، ننتظر في ملف اللي كان جاهز هاد الاسئله اللي من الطبيعي استاذ نعيمي غادي يطرحها وغادي يناقشها مع الهيئه باش يشوف الاجوبه اللي غادي تقدر تجاوب بها هي، من الطبيعي جدا. ويبقى القضاء هو صاحب الحكم في الاخير. السؤال هو، انت كنت عندك اموال، هاد الاموال علاش ما رجعتش للناس؟ كيفاش تشدد عليك الخناق في الوقت اللي كان الهدف ديالها انه مقبله على عيد كبير بالضبط، وتلاقات مع الصديقات ديالها وكانت له مجال تا هما في هادشي ديال التسويق وامور اخرى، وكانوا كيعيشوا في دوله عربيه، وكان الشنآن اللي وقع بيناتهم انه كانت غتئباته مع واحد الليله في الدار اللي كانت في سله، وتناقشوا مع الاخر اكرم، عنده حب كبير مع اكرم، هذا كلامه. فهما غادروا وهي بقات هنا، كتقول كتحسب كيفاش غنرد هاد الناس فلوس، ماشي واحد ماشي جوج، والاكثر من ذلك كما تبعتوا معنا مشاهدينا الكرام انه تورطت مع العائله ديالها، الاب ديالها تسلف ليها اموال، اخ ديالها، ميلودا، صديقات جميلات، يعني مديونيه كبيره عندها.
علاش سؤال كيتطرح وكيبقى الاستاذ النعيمي في اطار المناقشه واللي غيبحث في الموضوع، علاش هاد الفلوس عندها في الكونت ما رضاتهمش الناس؟ من بعد خدات قرار انه غتمشي لسلام نسله، كيبان لها الداخله، مشات للداخله كما قال الاستاذ النعيمي مده 4 ايام، ما وصلت حتى شي نتيجه من الداخله، مشات لمراكش فين بقات 15 يوم وهي السيوله ما بقاتش عندها، ما عندهاش فين تسكن، دخلت بطريقة التسول حتى كتب الله عز وجل والمراكشية الحاجة الله يوفقها، لا هي لا الإخوان اللي معاه وناس ديال التجارة، إلا شافوا الفيديو كنقدموا لهم تحية مرة أخرى والدعم وقوة المغاربة. وكما كنشوف في المحاضر صراحة مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم دور كبير، لأنه يتشد غيرك باش دارت معالي باش غيرت الوجه ديالها وباش لبسات لباس آخر تخفى اكثر باش ما تعرفش، ودارت الكاسكيطه وغيرت مجموعه من الامور في اكرم لاجل توصل للهدف انه ما يعرف حتى واحد. ولكن السؤال المطروح كيطرح، الى متى سوف يستمر هذا الاختفاء بهذه الطريقه؟ لو كان الخديجه بعد النظر كتخالف القانون ما يمكنش توصل لهذه الامور. نعلم جيدا الاختطاف والاحتجاز والجنايات ليس بالامر الهين 436 باش كيتابعك سير قضيه التحقيق، وكذلك القضاء كيبقى هو صاحب القرار في الأخير، 540 كذلك النصب والاحتيال، والأم في حسرة من أمرها، ومصطفى كما تبعته معنا اللي هو الأب ديال أكرم، وكذلك بلودة والناس والمغاربة، مأساة. ما دورنا في الموضوع هو البحث عن أكرم في الأول، والآن دورنا هو الإفادة، لا يعذر أحد بجاري القانون، لأنه اللحظات اللي كان فيها اختفاء أكرم ألمت الجميع، والكل يبحث بشتى الطرق من أجل الوصول لهدف فينا وهذا الوليد. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيثية قضية أكرم. تعليقات نحن نرى الإشارة لأي أسئلة، وإذا كانت أسئلة الرأي العام لما درجناش من الطبيعي جدا عما قريب أعتقد 4/11 مع أستاذ النعيمي وكذلك الأم ديال أكرم اللي غنشوفوا معها مجموعة من النقط كيف شافت الوقائع والسرد ديال خديجة القصة ديالها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.